عندما يكون عندي طريق وللطريق قانون، أنا أعرف أن السير في هذا الطريق راح يوصلني إلى نهايته، وهذه النهاية إما أن أختار الوصول إليها، إما أن أختار الوصول إليها بإرادتي باختياري، وأما أن أصل إليها ولكن بدون اختيار، أجعل غيري يحدد، أجعل غيري يحدد كيفية الوصول، نتيجة الوصول. لهذا كانت المرجعية تطلب دائما بماذا؟ تطلب دائما بأن لا يجعل الإنسان غيره هو الذي يختار أبدا، بل تطلب أنه أن يشارك الإنسان. يعني أنا الآن عندما أنتخب شخصا فأنا أمثل لبنة صغيرة في هذا البناء الكبير اللي هو بناء الشعب العراقي في هذا البلد الكبير. إذا أنا أحسنت في اختياري فقد وضعت لبنة صحيحة في مكانها المناسب. أما إذا لا اخترت عدم المشاركة فأنا فسحت المجال لغيري أن يضع اللبنة التي هو يختارها، فهو سيختار من يمثلني ومن يحكمني ومن يتحكم في مصير البلد إلى آخر القصة. لهذا نقول بأنه قضية الانتخابات ليست قضية اختيارية بالمعنى المطلق، بمعنى الإنسان يستطيع المشاركة ويستطيع عدم المشاركة وتكون النتيجة واحدة.